يستخدمون عقولهم أو بمعنى آخر العقل في هذه الحالة لا يؤدي وظيفته أرادها الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان لا يستخدم من عقله فقط، فهذا صحيح؟ نعم، هذه حالة بأن الإنسان الطبيعي لا يستخدم المئة من قدراته العقلية ولا يستخدم المئة من القدرات العقلية. يقولون بأن الكون بأن الإنسان يستطيع بالعقل أن يتوصل أن يرى وأن يستقرئ الكون من سماوات ومن أن يرى كل شيء في هذا الكون. ولهذا هنالك مقولة تنسب إلى علم الفيزياء يقول بأن من يتفكر في الكون يدرك بأن الخالق خلق الكون على أحسن صورة.